شين كان بالنهار ما بك وانا الزوف يا شين كان بالنهار ما بك وانا الزوف يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالدخيل فكنا من الهرج رجال طقيت وانا ببيت الشيخ والدغادر الديره لله تغيرت الخطه يا منور انت لازم تموت مشينا يا شيخ الحق علينا يا شيخ يا أخي يا شيخ علامك علامك تصير ذبح الدخيل ذبح دخيلنا يا شيخ ذبحوه طلع عليك يا منور ذبحوا دخيلنا ذبحوا دخيل عم الشيخ عوض لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كبيرة يا رجال كرام الميت دفنه يلا يا رجال شيلوه أرسلت وراهم رجال إيه يا عمي لكن ما هقيت يقضبوهم وكاد إنهم انهزموا من اللحظة اللي ذبحوه فيها سنة ديوة دفنوه وقوموا بواجبه على أمك يا عمي يلا مع العيال خليك هاني وما تتحرك من هالمكان عساف يا قلبي هاني اخاف عليك من الغدارين ما شفت شلون يغدروا بمنور خليك هان وخلي قلبي مطمن عليك انا بروح اطمن على ابوي زين يبا هدري ان اللي صار شيء زعلنا كلنا وقهرنا وادري ان ذبح دخيلنا شيء ما هو بسهل لكن اترجاك هونها عليك لا تزعل روحك يجوز رجال ما يدرون ان العطوه باسمك يبا حتى لو ما صار عطوه هذه كبيره كبيرة دخيلي
ينذبح بديرتي. الله من فين تلبخت هذه بيها سواد وجه يبا. وباكر تصير سالفة بين العربان، يقولون الشيخ عوض ما قدر يحمي دخيله. روح يبا، روح المحرم، خلني بحالي. الله يهدي بالك يبا. عساف، 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 عساف. علامش، علامش يبا، وش فيك؟ يبا دور عساف مو هان. خير بخير، وش صاير؟ ما شفت عساف؟ لله، أنا كنت أدفن بمنور رحمة الله عليه، قمت بالواجه. وين وده يكون يعني؟ يلعب مع العيال هان ولا؟ عساف! عمي، فوتي رايح يا عمي، وأنا بعون الله أطلع دوره وأجيبه، وين وده يكون؟ تعال يا عمي تعال، سلامتك. شفتي عساف؟ لا والله ما شفته. شفت عساف؟ لا والله ما شفت. علامة شين جاز يا دورين عساف؟ مو باين بكل الديرة، دورته ما لقيته. ما ودي يروح. شكل اللي ذبحوا منور هم اللي اختطفوه. اوهو تفكيرك راح لبعيد. وش ودهم بالعيل الصغير؟ لجل ينتقموا. لا لا، تلقينا عند الجدة سعدة، امشي ندوره. قوة يا جدة. هلا بالجازي. ما لفاك عساف؟ لا بالله ما شفته. ما أدري وينه، دورت في كل مكان ما حد شافه.